وقت كنا صغار كان جدي يقلنا لا تيأسوا من هالدنيا ابدا، واللي بتتمنوه بقلوبكم رح يتحقق. كل شي منتمناه بقلبنا ماله مستحيل رفيف، وابني اللي حاملتيه ببطنك اثبت لي هالشي. اهلا وسهلا خالتي سلطانة. الحمد لله على سلامتك، الله لا يوقعنا مرة تانية. آمين، الله يسمع منك. يلا خالتي تفضلوا لجوا. شكرا بنتي، ما رح انسى لك هالمعروف. شو هالحكي هاد، انتي مثل امي. يلا نزلي تفضلي، يلا لا تخجلي، البيت بيتك. انا فايتة بس بدي احكي مع رفيقتي قبل ما فوت، ماشي؟ شو هالحكي، شو شكلها لرفيقتك، حلوة مثلك؟ ماشي انتي خدي راحتك، نحن جوا. لا تأخذيني خالة سلطانة، لاستقريت اتصلت فيكي. ليش امتى طلعتي بنتي؟ ما رح طلعت، وين رفيف؟ خير ان شاء الله، ما في مشاكل. نزلي يا عمري، انتي الف حمد وشكر، انتو مناح. امي كيفا؟ نحن بخير اختي، لا تخافي علينا ابدا. قولي لي انتي منيحه؟ انا منيحه، لا تخافوا علي. نزلي انا قلبي مو مرتاح ابدا، قولي لي وينكن انتو لحتى اجي واخدكن. لا تجي اختي، يعني امي من شوي لحتى روقت. انتي لا تخافي، انا رح ضل طمنك عنا. نزلي هلا بدك تقولي لي وين قاعدين، انا هيك ما رح ارتاح ابدا. يلا احكي لي وينكن، انتو ما بتعرفوا حدا بهالبلد، قولي لي وينكن لحتى اجي اخدكن. اختي خلص لا تخافي. نزلي اعطيني العنوان، عم قلك اصلا ما بعرف وين نحن هلا. تتذكري رفيقه ماما بالسجن هي اللي اسمها عائشه، نحن عندها هلا، بس انا ما بعرف شو اسم المنطقه اللي ساكنه فيها. معي نظري، ركزي معي حبيبتي. شوفي حواليك اذا في شيء مكتوب عليه عنوان، فاتوره، ظرف او اي شيء. ها عائشه بعثت لي العنوان بمسج الصبح. ابعث لك المسج؟ طبعا نزلي، فورا بعتيه. الله يوفقك. ماشي انا ناطرتك. يا الله الف حمد وشكر، الحمد لله الحمد لله. عمران بيك كمان هي السنة أخذتوا الجائزة، فيني أعرف شو شعورك؟ ما شفنا ديما خانو مع حضرتك، في خلافات بيناتكم؟ يا جماعة المسؤولين عن الإعلام بالشركة رح يعطوكم المعلومات عن حفل الجوائز، تصبحوا على خير. شكرا. على كوز بونجوك لو سمحت. أهلين عمران. جلال أنت وين؟ أنا هلا بالمطعم. خير شو في؟ لك تليفون رفيف مطفي، اتصلت على الأرضي ما ردت، انشغل بالي. تعرف وينه؟ أكيد بالبيت، بتكون نايمة وما لها سمعان التليفون. شو بيعرفني؟ خايف تكون تعبت مثل اليوم الصبح. إذا بتحب بروح على البيت وبشوفها. لا شكرا، ما في لزوم، أنا رح أروح لعندها. خليك بشغلك، أساسا ما عدت بعيد. طيب ماشي، خبرني شو بيصير معك. تمام، تبع حالك.
عمران ما بيعرف شو قيمة هالجائزة أبدا. كان لازم أنا اللي استلمه مو هو. شكرا، كنت ورجيته مين يعقوب. أنا خطاباتي قوية، من شوي ألقيت كلمة لبابا بحياته ما بينساها، قلت له بكفي بقى. لك أنت شو هالعدل اللي عندك؟ شو أنا ماني ابنك كمان؟ هو جمد بأرضه هيك. وشو استفدت من هالحكي يعقوب؟ عمران استلم الجائزة وأخذ كل الأضواء منها، لك رحت وتعذبت لحتى جبت هالفستار، واللي حرقلي قلبي إني ما وصلت فيه لتم الباب. خلص لا تزعلي حبيبتي، الفستان ما راح يهرب، تلبسيه بشي مناسبة انت وثقي فيه. بابا تأثر كثير بالحكي اللي قلته، ومن اليوم إذا في مناسبة راح يبعتنا قلنا قبل الكل. انت لا تاكلي هم، ما عاد اسكت عن حقي. ليش انت بقيلك حق بهالبيت حتى تحكي فيه يعقوب؟ بس شاطر يحكي على الفاضي. راح تندمي كثير. من اليوم ورايح أنا رح كون الغالي بهالبيت. أنا بعرفه لبابا كتير منيح. شكراً، ما حسسني بشي بس قلبه تقطع لي وكتير. جبت لك فنجان قهوة زياد بيك، هلأ بتهدي أعصابك وبتريحك. أنا بهالفترة متضايق وما عم بقدر أمسك أعصابي أبداً. لا القهوة ولا غيرها بيقدروا يريحوني يا نعمة خانم. انت سمعتي من شوي شو اللي قاله يعقوب؟ ايه، ويا ريتني ما سمعت. انا كأنه ما قدرت خبي هالسر واتجاهله زياد بيك. كان عمره ليعقوب لما حطيته بايدي 10 ايام، وقتها انا قلت لك اني رح اقبله لهالولد لحتى ما يحكوا علينا الناس. مو مشان هيك قبلته، لأنه لما شفت وشه الحلو وأنا حاملته بين إيدي حبيته من قلبي زياد بيك. قلت لحالي رح أعتبره ابني وعامله أحسن معاملة وكأنه من دمي. وكيف هالولد رح يعتبرك أمه الحقيقية؟ أنت المفروض تكوني أم حقيقية لإله. ما طلع بإيدي، ما هيك؟ أنت مالك ذنب بنوب يا نعمة خانو. الذنب الحقيقي هو أنا. خلاص، أنت لا تقلقي أبدا. نحنا بقصد أنا وأنت رح نحط إيدينا بإيدين بعض ورح نجمع عيلتنا من أول وجديد. بس إذا أنت سحبت إيدك من إيدي ووقعت مع حدا رح يقدر يساعدني لحتى اقدر وقف على رجلي يا نعمة خانو. يلي عم تقوله مزبوط زياد بيك، رح نقدر نجمع عائلتنا مرة تانية. رح نقدر نجمعها بإذن الله. طول هالسنين كيف كنا جامعينهم سوا، منقدر نرجع نجمعهم. انت طمني بالك يا روحي. رفيف، رفيف، أخي جلال لا تقلق علي، عرفت وين أهلي ورايح أجيبهم وأجي.
ما ردت. شو نعمل زياد بك؟ خايفة عليها. عمران حكى مع مريم اليوم وقالت له إنه ما رح تسامحنا أبداً. معقول ما عاد تسامحنا؟ شو بدنا نقعد ونحط إيدينا على خدنا؟ لازم نعمل شي. بكرة منروح ومنحكي معها ومنطلب منها أن تسامحنا. إن شاء الله تسامحنا. أنا مستعدة أعمل أي شي كرمال ولادي. زياد بيك، يا ريتنا من الأول ما عملنا هالشي مع بنتنا. يا ريت. بآخر فترة صايرين عم نقول يا ريت كل شوي، مو هيك يا نعمة خانو؟ كلمة يا ريت يعني نحن مغلوبين، مع انه كل شي عملناه كان كرمال نحمي ولادنا، بالاخير طلعنا خسرانين. يلي عم تقوله مزبوط زياد بيك. قديش رح نقدر نستحمل هالشي؟ ما بعرف. لوقتها خلينا نضل عم نحاول لحتى يسامحونا. رح نعمل المستحيل لحتى أولادنا يتذكرونا ويدعولنا بالرحمة. يا رب تسامحنا. آمين. كيف صار جرحك خالتي سلطانة؟ الحمد لله أحسن بكتير وفكيت القطب. منشكر الله ومنحمده. أنا بفتح، أنتو كملوا حكي. لا لا، مو شايفة صاحبة البيت قاعدة؟ ما بصير تقومي. خليها تقوم تفتح، مو مشكلة. أختي نصلي. يا روحي انتي حبيبتي، اشتقت لكم كتير يا عمري. نازلي مين على الباب يا بنتي؟ اختي امي معصبة كتير، روحي الله يوفقك. بس تهدى شوي بتجي وبتقعدوا وبتحكوا. الله يخليكي، انا خايفة لتقوم تقتلك. نازلي شو، وين رحتي؟ هدول الجيران اللي جنبنا امي، دقوا علينا الباب بالغلط. نازلي فوتي نادي ماما، بدي حاكيها، هي لازم تعرف شو الحقيقة. أنا خايفة عليكم، ما فيني أترككم هون لحالكم وأمشي. أختي بلا ما أمك تشوفك الله يوفقك. هلأ بتعصب عليكي، أنا خايفة تعمل فيكي شي كرمالي روحي. إذا صحت لي فرصة أنا بجي وبشوفك. نحن مناح لا تخافي. أنتي بأي عين جاي لهون؟ آه؟ أمي يا قلبي أنتي بس اسمعيني شو بدي احكي. الله يوفقك امي لو سمحتي. ولا صوت. انت حسابك مو هلا فهماني؟ هي ما دخلها. روحي من هون قبل ما ارتكب فيكي جريمه واصحك ترجيني خلقتك مره تانيه. قبل هالمره فتت على الحبس لسبب ابوكي وهلا برجع له بسببك. يمين بالله بقتلك وهلا يلا انقلعي من هون. امي والله انا مالي ذنب وكل اللي عملته كان كرمالكم انتو. خالتي سلطانه روقي شوي، اتركي البنت تشرح لك شو القصه. لا تتدخلي عائشه، هالبنت مسحت الأرض بشرفنا كلنا وبكل وقاحة واقفة قدامي هي وابن الحرام اللي هلأ ببطنها. أنا كل اللي عملته كرمالكم أمي، بترجاكي اسمعيني، أنا مالي حدا غيركم بهالحياة كلها. بوس إيدك لا تحرميني منكم. فوتوا لجوا. نازلي يلا قلتلك فوتي لجوا. أمي اسمعي، بشو أحلف لك وحياة الله أنا ما لي ذنب أبدا، أنا كل اللي عملته كرمالك أنت ونازلي. اسمعيني الله يوفقك. لك شلون بدك تتركيني؟ انا ما لي غيركم بهالدنيا. امي انا ما فيني اعيش بلاكي، ما بقدر ما بقدر. بوس ايدك اسمعيني، والله ما لي ذنب بنوم، والله ما لي ذنب. انا ما فيني اقبل بهالشي، لو سمحتي امشي. صدقيني أنا كل اللي عملته كرمالكم أمي. أسكي زمان ما صلّي وزنمي وزورة دولارسن كاشم gözümden çok içim bir parçan annem sen benim yanıma kalansın hani bir biblon vardı kırdım
üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Annem, annem. لو بتعرفوا شو اشتقت لكم. نحن كمان اشتقنا لك كتير امي. نحن مناح، كل اللي ناقصنا انت وبس. حبكم كتير يا روحي، ونحن كمان منحبك كتير. عمران بيك رفيف، وينك انت؟ رحت لعند امي. وشو صار؟ فورا قلعتني وما رضيت تسمعني. ترجيتها كتير بس ما رضيت، وسكرت الباب بوشي، كانت على شوي بتقتلني. قلت لك بروح معك وانا بشرح لك كل شيء. شو في حالتك يعني هيك احسن؟ لا تواخذني، بس ما كان بدي اياها تسمعك كلام ما بتستاهله. اصلا ما ضل لي حدا غيرك بهالدنيا واقف جنبي. خفت اخسر حضرتك على طول. خلص رفيف، لا تزعلي حالك. الباب مين كسره؟ وقت ما رديتي عليه كسرت الباب. اكيد لهلا لسه مو اكله. جوعانة؟ بدك نروح ناكل؟ أعطيني المفاتيح خليني أقفله. تفضلي. بنتي رفيف كسرت لي قلبي عائشة. أنا كنت بحلم إني لبسها الأبيض. كل جهاز عملته بإيدي. بنهار كنت روح أشتغل بالبستان، والمساء بس أرجع على البيت كنت أشتغل تطريز جهازها. ومن دون ما أتعب ضل وش الصبح شوي أشتغل وشوي أتخيلها بعرسها. كنت دائماً
احلم باللحظة اللي بتطلع فيها من بيتها ولابسة الفستان الأبيض. بس هي شو عملت؟ غلطت مع عمران. أمي لا تبكي، الله يوفقك. أنا بعد اللي عملته أختك مستحيل أفرح نازلي، بس عندي أمنية واحدة، إن شاء الله اللي وصلونا لهالحالة ما ينبسطوا بحياتهم. رح أعطيكي فرصة واحدة بس أمي، وإذا وقتها خربتي الدنيا صدقيني رح خليكي تندمي على اللحظة اللي رجعتي فيها لعنا. حبيبتي أنا الشيء اللي بحط إيدي فيه ما بيخرب، أنت لا تاكلي هم. لأنه الموضوع مو مستحمل الغلط بنوب، أنا خايفة أخسره، وإذا خسرته بسببك وقتها شو؟ شكلك عرفتي بالخبر. أي خبر؟ من شوي وصلني خبر، عمران هلأ هو ورفيف عم يتعشوا سوا. انتي اطمني وريحي لي حالك وتفرجي على عيلة عمران وكل واحد من عيلتهم كيف رح يركعوا تحت رجليك. شو الجائزة اللي استلمتها عمران بيك؟ جائزة بتخص الشركة، هاي كل سنة بيقدموها لأفضل الشركات. ألف مبروك. تركينا هلأ من الجوائز، أنت أحسن هلأ ما هيك؟ أنا مو منيحة بنوب عمران بيك، تعبت من كتر ما عم دافع عن حالي، ومع هيك أمي ما عم ترضى تسمعني أبدا. أنا بشو أذنبت؟ لك أنا مو كرمالهم عملت هيك؟ يعني هالحكي انت الوحيد اللي بيعرفه، بترجاك قول شي. بعرفه رفيف بعرفه، واذا بدك الحقيقة انا اكتر واحد مذنب بهالموضوع. لا انت مالك مذنب بشي عمران بيك، لولاك كانت الامور رح تكون اسوأ من هيك بكتير. اصلا رغم كل هالمشاكل ما حدا عم يريحني غير حضرتك. يا ريت فيني اعرف مين المذنب، يا ترى أمي المذنبة ولا ديما ولا مو ذنبهم هنين؟ يمكن لو ما كذبوا ما كنا وصلنا لهون. وأحياناً كتير بقول كلياته بسببي لأني خليته لهالولد. لتكون ما عاد بدك الولد كأنه؟ بدي إياه وماني مصدق أنت أحمله، أساساً ما عاد بدي شي غيره. ألو سميح بيك، أنا نوال كوجك، بتحب أعطيك خبر حلو مميز وبيزين مجلتك؟ بخص عمران يوروقان، هالخبر رح يكسر الدنيا، معناها رح أعطيك العنوان، ابعت فوراً حدا من الشباب. زياد بيك زارني اليوم، كان مبسوط لأنه حفيده عايش، مروق مو وسعانته الدنيا. ايه مبسوط كتير. قال لي انا مثل بنته ومن اليوم ورايح رح يكون جنبي. هو هيك يعني اذا حب حدا بصير بيعتبره واحد من اولاده. ما بتصدق قديش ارتحت، كان كتير لطيف معي، مع انه انا وصغيرة كان بابا يقسى علي وعشت محرومة منه، بس زياد بيك حسسني بمعنى الأب، فرحني كتير. شو لسه ما نمتي يا نعمة خانم؟
ما عم يجيني نوم بنوب زياد بيك، بالي مشغول على الولاد، طول الوقت قاعدة عم فكر كيف بدنا نصلح الأمور. الهدم أصعب من البناء يا نعمة خانو، وخاصة إذا بدك تبني اللي انهدم، مو سهل بنوب. يعقوب مستحيل يعرف بالشي اللي مخبيينه من سنين طويلة، رح يضل سر. لا تخاف على يعقوب، هالشي ما رح يخطر على باله، وابنك عمران رح يعمل أي شي كرمالنا ورح يحمينا دائما. بس بنتك مريم اللي شلون بدها تسامحنا؟ بالي مشغول عليها زياد بيك. يا ريت ما طلعت بحياتنا وضليت كأنك ميت. مريم أرجوك بس أعطيني فرصة واحدة. وليش بقى؟ بعرف ما فيني رجع لك السنين اللي راحت، بس بوعدك إني عودك بالأيام اللي جاية. هالشي ما رح يصير بنوب نادر. يعني مفكر إذا رميت كل الحق على أهلي مالك مزني؟ إذا أخي وأبي مزنبين انت لسه عزنبك اكتر بكتير منه. لو شو ما كان يكون نادر، انت لو كنت زوج وابي منيح وقتها ما كنت بتتركنا ابدا، حتى لو مجبور المفروض تخبرني. مريم انا ما قدرت خبرك. كان فيك تاخدنا نقعد عندك، انا وقتها كنت بحبك كتير نادر. لو طلبت مني روح معك كنت بوافق دغري وما بتردك، بس انت ما طلبت. لا انا ولا كرم رح نسامحك على الشيء اللي صار، وهلأ مثل ما اجيت تطلع من حياتنا واصحك تتصل فيني مره تانية. مريم مريم وقفي، انا ما ضل معي وقت يا مريم. تريك ايدي نادر. ما ضل عندي الا وقت قليل لعيش معكم. أنا عموت يا مريم، بترجاكي اسمحي لي أعيش معكم بآخر أيامي. إذا أنت وافقتي كرم رح يقبل فيني، أنا ما بدي موت هيك لو سمحتي. أنت بالنسبة إلنا ميت ومن زمان، اتركنا بحالنا، نحن منعرفك ميت. ايه شو كاتبة بمذكراتك؟ عفوا مو قلتي لي بتكتبي يومياتك؟ شو كاتبة؟ يلي كاتبته بخصني انا والبيبي، عم بكتب له كل شيء عم بيصير معي انا وحاملته، وذاكره حضرتك كمان. كيف يعني؟ بما انك ابوه حكيت له عنك. صار عندي فضول اعرف. هدول مذكرات عمران بيك وانا مستحيل احكي لك عنهم هلا، بس رح اقول لك شغله واحده. كتبت له انه هو بيبي محظوظ كتير. وليش محظوظ؟ مو قلت لحضرتك من قبل؟ قلت لك رح تكون اب كتير منيح، مشان هيك ابنك محظوظ. سميته مراد ما هيك؟ خلاص اعتمدت له اسمه مراد؟ لا لسه مو معتمد، بس هالاسم حلو على الاذن ما هيك؟ انت اللي لازم تقرر. شو نقوم؟ منقوم. بركي ديما خانم ما عم تكذب لك. شو هالجدبة هي فيصل؟ مبينة انه فخ، مفكرة من كل عالة اني روح ورح يمسكوني هنيك. وفكر بالعكس محمود، بركي اللي قالته مزبوط. عمران ورفيف؟ ايه عمران ورفيف، بالزمانات هن الاثنين ما طلعوا بالبحر مع بعضهم. يمكن اتطورت العلاقة، ويمكن ابوه لهالولد هو عمران بيك. انت شو عم تقولوا لك؟ ها؟ انت جنيت؟ سد امك ولا تحكي ولا كلمة، فهمت؟ تمام محمود تمام، رح سده خلص. العمى شو غبي؟
استغفر الله العظيم يا ربي. رفيف ما بتعمل هيك شيء، مستحيل. طيب لنفرض انه كان هالحكي مزبوط، ديما خانم ما راح تغار منا لرفيف، وما راح يكون بدها تخلص منا، واذا بدها تخلص منا بمين تتصل؟ طبعا بدها تدق لها، وهالشي كتير منطقي. جلال رح يتأخر ليطلع من المطعم اليوم، انت اقفلي باب البيت منيح وانا رح سكر الباب اللي برا وراي. ماشي؟ ماشي، لا تاكل همي. تصبحي على خير. وانت بخير. رجل الجوائز وهروبه إلى الحب. تواجد رئيس مجلس إدارة يروقان عمران يروقان ليلة البارحة مع عشيقته بعد قضاء ليلة رومانسية في منطقة أبانت. التقوا هذه المرة في اسطنبول في مطعم فخم، وتمت مشاهدتهما. هات لشوف شو صار لك. عمران طالع بالجريدة. مو راح استلم الجائزة؟ كاتبين عنها شو بده يكون؟ اي بس شو هالجائزة اللي كسبها؟ ري شو كاتبين عنه؟ راح اقرأ لكم، اسمعوا. تواجد رئيس مجلس إدارة يروقان عمران يروقان ليلة البارحة مع عشيقته. وشوف مين هي. طلع هي رفيف مو؟ أرجوني. ابني ما بيعمل هيك شيء. شوفي منيح أمي، ليكن طالعين لحالاً على العشاء. بنتي هالخبر كذب، بيكونوا عاملين له مونتاج. إيه والله الخبر مزبوط والصور عليه، لا مونتاج ولا غيره. أمي برأي بابا لازم يشوف هالخبر، وديما لازم تشوف هالخبر. إيه ما بيصير نخبي عنا. شو هاد؟ والله هاي فضيحته لابنك الغالي. شايف بعيونك بابا؟ عمران بيك بسبب عيلتنا انمسح فيها الأراضي، وطلع كلام ديما صح. عمران ورفيف عايشين علاقة حب. هذا الخبر ما له أي أساس من الصحة يا عقوب، هدول لا تصدقون. بس أنا مالي شايف هيك بابا، بهالوقت ما بنوثق بحدا أبدا. ابنك اللي ما بيغلط خان مرته بابا حبيبي. خلينا نفهم شو القصة قبل، يمكن هنن كانوا عم يحكوا بشي موضوع غير. ديما حبيبتي، شو قريتي الخبر؟ أي خبر؟ يمكن يكون هالخبر كذب حبيبتي، يعني بالنهاية عمران مستحيل يعمل هيك شيء، وما رح يخرب بيته، ما هيك يعقوب؟ إيه بس حاطين صورة مع الخبر حبيبتي، بعدين ليكي كيف عم يتعشوا مع بعض؟ أنتوا عن شو عم تحكوا؟ برأيي ديما بيبين معها. شوفي حياتي، قال في بينهم قصة حب، وأنتي المرة المخدوعة فيه. لما قرينا هالخبر زعلنا وحبينا نجي نصبرك. يمكن عم يكذبوا.
نعم بابا. انت وينك يا عمران؟ رايح على الشركة بابا. ارجع على البيت، لازم نحكي مع بعض. شو الموضوع؟ بس ترجع منحكي هون يا عمران. امي، هاي المفاجأة اللي حكيتي عنها من وين جبتي هالصورة؟ فوتوشوب ما هيك؟ مع الأسف لا. كيف لا؟ عمران ورفيف كانوا عن جد سوا بأبانتا؟ لا تتضايقي ولا على بالك ديما حبيبتي، هالموضوع ماله مهم. انت هلأ ربحتي وأكيد هنن يلي خسروا. كوني هلأ مرتاحة. رفيف والولد اللي حاملته ببطنة خلصتي منه. صباح الخير. صباح النور. نمتي منيح؟ ايه شكرا. عادي الفطور جاهز. قلت بقرا الجريدة لبين ما تفيقوا. بحب اقرا الاخبار لاعرف شو صاير بالدنيا واحوالها. نازلي؟ هلا مو هي اختك؟ ايه اختي. امي ما لازم تشوفها ابنه. شو هو؟ ولا شي امي، ما في شي مهم. شو مخبية ورا ظهرك؟ يلا عدو الفطور جاهز. هاتي لشوف شو مخبية وراكي. مو مخبية شي امي. نزلي هاتي من ايدك. لوين رايحة؟ خالة سلطانة. امي لوين رايحة؟ امي حبيبتي لو سمحتي وقفي. خالتي سلطانة بس روقي شوي. عائشة أصحيت تدخلي بيناتنا. أمي لو سمحتي بترجعتي وقفي. أحسن ما جن عليك، تركيني. انت اللي نشرتي هالخبر البشع ما هيك؟ انت شكلك مخربطه نعمت خانم. عمران اللي غلط، روحي حاسبيه له. انا نبهتك من قبل وقلت لك اصحك تعملي شي تاني، والا ما عاد تشوفي وش عمران. وأنا قلت لك هالموضوع من زمان طلع عن حد نعمة خانم، وهلأ بدل ما تحكي معي روحي وحاسبي ابنك اللي مسح الأرض بسمعتكن وبسمعة الضياجية اللي معه. هالغلطة كبيرة ديما وما بينسكت عليها أبدا. كل شي كنت بسامحك عليه، بس تساوي عيلتي ورقان علك بتم العالم ما بسكتلك عليها. زعلتيني عليكي، كنت رح أسحب خيتك بإيدي أنا، بس قلت كرمال العشرة رح أسكت وما عملت شي. بس أنت بنتي هيك سحبتي خيتك بإيدك، ومن اليوم ورايح خلاص ما دخلني، أنت المسؤولة ديما.